وللحديث أكثر حول استعدادات وزارة الداخلية ينضم معنا عبر الهاتف الرائد الركن محمد يوسف أبو الفتح القائم بأعمال رئيس شعبة الإنقاذ والمساندة ورئيس مركز الدفاع المدني في مدينة عيسى. أهلا بك سعادة الرائد في نشرة الثالثة. بداية، ما هي أبرز جهود الإدارة العامة للدفاع المدني لتأمين العملية الانتخابية؟ نعم، مساكم الله بالخير وعلى السادة المشاهدين على مرحبا، وحقيقة أشكركم على هذه الاستضافة. يأتي طبعا دور الإدارة العامة للدفاع المدني من ضمن جهود وزارة الداخلية في تأمين العملية الانتخابية، وذلك بتوجيهات من سيدي معالي وزير الداخلية ومتابعة حثيثة من سيدي سعادة رئيس الأمن العام. يمكن تلخيص جهود الإدارة العامة للدفاع المدني على مرحلتين. المرحلة الأولى وهي الإجراءات الاستباقية للعملية الانتخابية، حيث قامت جميع الإدارات العامة، إدارات الموجودة بالإدارة العامة للدفاع المدني بواجباتها بهذا الشأن، ومنها قامت إدارة الحماية والسلامة بفحص جميع المقار الانتخابية للتأكد من طفايات الحريق، من الكواشف الدخان، بالإضافة إلى ذلك من مخارج الطوارئ الموجودة في هذه المراكز الانتخابية. أيضا قامت إدارة الحماية والسلامة بإصدار جميع التصاريح اللازمة للخيام ومقار المترشحين. أيضا قامت مدرسة تدريب الإدارة العامة للدفاع المدني بتدريب كافة العاملين ومرتب وزارة الداخلية المرتبين في هذا في هذه الفعالية على السلامة العامة، أيضا على مكافحة الحريق باستخدام طفايات الحريق. بالإضافة إلى ذلك تم تدريبهم على تنفيذ عمليات الإخلاء في المراكز الانتخابية، أيضا تقديم المحاضرة عن الإسعافات الأولية. أما بما يتعلق بإدارة الشؤون الإدارية متمثلة بقسم العلاقات العامة، قامت قيامهم بالحملات التوعوية لخيام ومقار المترشحين على كافة مناطق مملكة البحرين. نقف عند هذه النقطة سعادة الرائد، لعل هناك نصائح وأرشادات من الممكن تقديمها للسادة الناخبين وكذلك المترشحين أصحاب المقار الانتخابية، وذلك لتجنب وقوع الحوادث خلال فترة الاقتراع. نعم، يتم طبعا توفير جميع طفايات الحريق في هذه المقار، بالإضافة إلى الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى التأكد من جميع التوصيلات الكهربائية في هذه المقار، بالإضافة إلى قدم النصائح للمترشحين في مقارهم الانتخابية إذا كانت هناك مولدات كهربائية، عدم تخزين الوقود بكميات كبيرة، فقط يتم استخدام بما يحتاجونه في هذا الوقت. بالإضافة إلى ذلك نقدم النصح لهم بعدم التدافع في أثناء عملية الانتخابية. نعم، الرائد الركن محمد يوسف أبو الفتح القائم بأعمال رئيس شعبة الإنقاذ والمساندة ورئيس مركز الدفاع المدني بمدينة عيسى، شكرا جزيلا لك.